وضعهم في بوتقة صغيرة جدا على شروط رفح الفلسطينية لتكون أكبر بقعة في العالم يزدحم بها سكانها، مما يعرضهم لمشاكل بيئية حادة. ثم يعتزم عزما كبيرا على لسان وزرائه ومسؤوليه في السلطة اليوم ليهدد بطردهم ايضا من رفح الفلسطينية. هذا مستحيل ان يحدث، واذا حدث فالانفجار قادم. خطوط الحمراء التي وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي وضعتها مصر امام العالم، قالها في كل المؤتمرات الدولية وقالها امام العالم اجمع، لن نسمح بتصفية القضية الفلسطينية، ولن نسمح بالتهجير القسري، ولن تحل القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار. ولابد ان يعي هذه الرسائل العالم اجمع انها بورة النزاع واساس المشكلة، كما قالها السيد رشيد وكما قلناها مرارا وتكرارا، ان اساس المشكلة هو الاحتلال، وان من يدافع عن ارضه وعرضه وشرفه له الحق، كل الحق في ذلك. نحن قلنا مبادئنا منذ اليوم الاول، عودوا الى طاولة المفاوضات وقولوا كلمتكم بحق، وارجعوا الشعب الفلسطيني حقه وسيادته على ارضه، واقيموا له الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وارجعوا الى حدود ما قبل 5 يونيو 67. هذا ما طلبناه. وتقدمت 22 دولة عربية بمبادرة عربية كاملة الأوصاف على طبق من ذهب لإسرائيل، عودوا إلى أرض إلى أرضيكم ما قبل 67، وسوف نعترف بكم، وسوف تكونوا جيرانا لنا، وسوف نتعامل معكم، وسوف نطبع معكم العلاقات. ولكن أبت إسرائيل. إسرائيل يريد أن تأخذ كل شيء ولا تعطي أي شيء، حتى في كل المبادرات العالم كله يتحدث عن دولتين إلا إسرائيل، العالم كله يقول حقوق الشعب الفلسطيني إلا إسرائيل. فهذا عناد تعاند به الشعب الفلسطيني وتعاند به العالم أجمع. وهنا أقول لكم هذا موقف الخطر، ولكم أنتم مسؤولية في ذلك. مسؤوليتكم ليس فقط الشجب ولا الأسف، ولكن موقف حاسم، موقف حاسم من شركائنا، لأن السلم والأمن الذي يحل بنا سوف نتأثر به، وسوف نحقق ما نصبو إليه وما تحدثنا فيه من قبل بين دول الشمال وجنوب المتوسط، التعاون الاقتصادي والتعاون الاجتماعي والاستثمارات الكبيرة والمشروعات العملاقة والقيمة المضافة الكبيرة وسلاسل الإمداد وكل ما يتعلق بالتعاون الاقتصادي بين دول الشمال والجنوب. إلا أن الموقف النهار اليوم خطير، وأحيي بالأمس ما سمعته على ألسنة الكل الحقيقة على